موجز جديد بأهم وآخر الأنباء على شوف تي في، أهلا بكم. نستهل الموجز ببعض ردود الفعل التي أعقبت الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء، حيث قال الخبير المغربي في مجال القانون الدولي وأستاذ القانون العام بجامعة عبد الملك السعدية السيد حميد أبو لاس إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة أمسنا الأربعاء بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء يعكس تفرد المغرب في المجالين الحقوقي والتنموي كمثال نموذجي على الدول المجاورة أن تقتدي به عوض افتراء الأكاذيب. من جهته اعتبر سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق أن الخطاب الملكي يمثل إجابة على عدة قضايا مرتبطة بملف الصحراء المغربية على كافة المستويات، وأوضح العثماني في اتصال هاتفي أجرته معه شوف تي في أن الملك أكد رفض المغرب التساهل في موضوع حقوقه المشروعة والتي تستغلها بعض الجهات الموالية للطرف الآخر لنقل صورة مغايرة عن الواقع المعاش متناسية المجهودات التي يقوم بها المغرب في سبيل تعزيز المسار الديمقراطي الذي يشهدها. في سياق متصل أكد الموقع الإخباري البريطاني ميدل إيست أونلاين أن لجوء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى التصعيد تجاه المغرب يكشف وقوف الجزائر خلف النزاع المفتعل حول الصحراء، وأبرزت ميدل إيست أونلاين في مقال تحليلي أن الجانب الإيجابي في طريقة التصعيد التي لجأ إليها الرئيس الجزائري أخيرا عبر رسالة وجهها إلى قمة أبوجا والتي أبدى فيها اهتمامه بحقوق الإنسان في الصحراء المغربية هو أنه أثبت أن ما يسمى نزاع الصحراء نزاع مفتعل من جهة وأن الجزائر هي من جهة أخرى الجانب الذي يقف خلفه لا أكثر ولا أقل. اقتصاديا بنك المغرب يضخ 58 مليار درهم في السوق النقدية برسم تسبيقات لمدة 7 أيام، وأوضح البنك المركزي في بلاغ له اليوم الخميس أن هذه العملية تمت عبر طلب عروض لمبلغ مطلوب قيمته 68.8 مليار درهم بنسبة فائدة تبلغ 3%. نختم بالخبر الرياضي، حيث يخوض ناديا المغرب الفاسي والكوكب المراكشي يوم غد الجمعة مباراة مقدمة عن الجولة 8 من البطولة الوطنية، وذلك على ملعب فاس بداية من الساعة 7 مساء، وتمثل هذه المباراة أول ظهور للمدرب السويسري شارل لوسلي في قيادة فريق العاصمة العلمية بعدما عوض المدرب طارق سكيتوي المستقيل من مهامه مؤخرا، وسيسعى روسلي والمغرب الفاسي لتحقيق انتصار سيكون الثالث هذا الموسم بعدما تجرع النادي مرارة الخسارة في 4 مناسبات على التوالي واندحر للمرتبة 9 في الترتيب العام، في حين تشكل المباراة فرصة هامة أمام الكوكب المراكشي لتحقيق انتصار سيجعله متساويا مع المغرب التطواني ولو بشكل مؤقت في صدارة ترتيب البطولة. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا الموجز، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. Thank you.